الو، الو، ايه رأيكم فيها وانا بضحك على شيرين واخد الكريدت كاردز بتاعتها؟ شيرين عبد الوهاب تفضح حسام حبيب في اول تعليق لها بعد طلاقها. نضال الأحمدية تنهار من البكاء. لا يزال خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، والذي كانت أعلنت عنه الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية يوم أمس، يتصدر حديث المتابعين. وجديد هذا الموضوع، كان تسريب ليل أمس أغنية لشيرين بعنوان مالكش مكان، وصفت بأنها أغنية الطلاق وأنها تتوجه بها لحسام، كاشفة من خلالها عن المعاناة التي عاشتها معه. ما تحلف ليش وما تقول ليش كلامك. هذا وراوت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تفاصيل جديدة عن طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، والذي كانت أعلنت هي عنه يوم أمس، مؤكدة أن الطلاق وقع بالفعل. وأطلت الأحمدية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام، ولم تستطيع أن تمالك دموعها وبكت متأثرة. نحن الأيام علمتنا، الحياة علمتنا، والناس ظلمتنا، شيرين انظلمت. وقالت عم احكي هيك من قهري عليها، كيف استسلمت لهذه العيلة، تأمروا كلن عليا، حسام قدر عليا لأنه هي حبته كتير وقدمت له الكتير. وتحدثت الأحمدية عن الأغنية التي تم تسريبها يوم أمس لشيرين بعنوان ملكش أمان، والتي وصفت من قبل الجمهور بأنها أغنية الطلاق. وأضافت هذه الأغنية تعبر عن حكاية حقيقية، هاي الأغنية تسربت وما منعرف كيف تسربت، ولكن التسريب واضح أنه من حد تبع شيرين. الأغنية تحكي عن كيف كان حسام مع شيرين، كلنا لازم نوقف مع شيرين، مش ضد حسام، ضد عائلته وضد حسام لأنه ما قدره واستغلها بطريقة غير إيجابية. وتابعت ليس لدي أوراق تثبت طلاق شيرين، ولكن هي عندها حفلات بالإمارات والسعودية، حضروها وسفقوا لها حتى ترجع مثل ما كانت قبل هيدا الرجال. أنا ما بعرفه، بس بعرف والده أمه، وأبدا مش كويسين مع شيرين. واختتمت شيرين قمة كبيرة لم يأتي مثلها ولن يأتي مثلها، إحساس عظيم، سلامي للفنانة العملاقة شيرين عبد الوهاب.